سعادتك مجهد قوي النهارده يا خير بيه. الآن على شيرين وتصرفاتها. أنت عارف شيرين عايز حد عينه عليها ليل ونهار، وأنت عارف إن أنا ما عنديش وقت. هي مش من ده قاعدة معاهم؟ أنا عايز حد يبقى معاهم في البيت وبره البيت، حد لازق لهم، بودي جارد. عايز بودي جارد يا سالم. بودي جارد؟ أيوه عارفهم. مش تقصد العيال زرع بدري بدري دول المفتونين العضلات اللي تصب عليه يروح مديك بالبنيه في عينك على طول؟ هم دولة البودي جارد. لا طب وانت عاوز دول ليه يا خيرت بيه؟ تناوي تدخل الحرب ولا تكونش شيرين بنت حضرتك ماشيه تلطش بخلق الله في الشارع؟ الموضوع مش كده يا عم سالم. انا مش عايز حد يضرب ولا يهش ولا ينش، انا عايز واحد لازق لهم زي خيال المقات. شوف لي الموضوع ده انت بقى يا سالم. اقعد يا جمال يا ابني اقعد. انا عاوزك في موضوع مهم يا جمال. صح لي كده. ها تحت امرك يا بابا. انا عاوزك تشوف لي بودي جارد. بودي ايه؟ بودي جارد. بودي جارد؟ ايوه بودي جارد يا بابا. ايوه. ليه يا بابا؟ الله. حد اتعرض لك؟ لا. حد مد ايده عليك؟ ما لا مش حد داس لك على طرف يا بابا؟ لا انا هفهم. طب ليه طالب بودي جارد يا ابني؟ اديني فرصه اتكلم معاك بره يا ليه طالب بودي جارد يا بابا؟ اديني فرصه افهم. مع حواليك بودي جارد. انا ما بقولش حاجه. الله. انا عارف ان انت حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني. طب عاوزه ليه؟ مش انا اللي عايزه. خيرك بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص. هديت. اتفضل اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. 1 قوي البنيه، مفتوح العضلات، دي احسن حاجه فيا. شرس عادي، قلبه ميت من زمان، قوي الشكيمه، ها ذو بأس، حاد النظر طبعا، لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه عن 210 رطل. ما ينفعش 205. وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس. هي دي مشكلة. انا عاوز البودي جارد ده يكون جاهز عندي في ظرف يومين بالكتير. بودي جارد يا دوب الحق اجهز نفسي. خبيك فين؟ هي يا عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميله يا فندم. فنون جميله؟ انت اكيد فنون قتاليه، فنون متوحشه. جميله. وسعادتك كليه الطب؟ قسم التشريح طبعا، قسم تقتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغاية ما نجيلكم. اتفضل اتفضل. مع
بعدين بقى الخمس مصايب دول كان على الله. اسم الكريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه يا ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق، ما تبصلوش بقى ما تبصلوش، وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض. التاني ده اسمه داغر. التالت ده اسمه فايد. فايد طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف ده؟ اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها. خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام، الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه الدوسه؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف. ايه؟ لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي. ما قلت لك يا ناهض هيضربوك، ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. هم متاخروا كده ليه؟ يلا بقى. هم تاني. ايه اللي بهدل المكتب بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذه سعاده الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني، قمت موريهم الرجوله ازاي؟ انا يا باشا ينفع للشغلانه دي 100 كده. شغلانه؟ قول. مش معقول. ايه؟ امشي انت. روح يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه، عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعالى معايا. اوعى تتحرك من هنا. خرب بيه. انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازي. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل الادب. وابن ايه الا الاب؟ يا سلم الطريقه بتاعتك دي. معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. ومطلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل وطلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه، انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صورة دي وانا ببدلة الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه لا دي الصورة في هنا عليك، دي الصورة لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم. ودي حضرتك هنا، بص الصورة دي لما كان معانا الكاسة. مين ده؟ انا. انت؟ في الاوضة عندي. في الاولمبيكيات. في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصورة دي؟ وايه كفن؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه دي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني يا اخ سالم، تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا. بس واضح كده انه هيترفض منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ما ينفعش اسمي والعيله على طول. ابوك اسمه لا لازم ايه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه يا ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان ده تكون عندي بكره الصبح. يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا خرب بيه. شكرا. سلام يا سالم. اقعد على الكرسي ده، انا سلام مدفيه كويس قوي. نهار اسلم. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خيرت بيه، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب. وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، وكنت فاكر انك انت هترشحهولي في المقام الاول كده. بس انا بقى خيرت بيه متاكد ان الواد ده مش هيجي تاني.
يا نهار اسود انا مش فاهم انت عارف ليه بس عصبي بالعمايله فيا بس يا والله ده شويه مش عارف عصبي شويه ده شويه تعبتني بس ارحمني ارحمني انت بودي جارد ايوه بعمرت ايه يا هان ده جسمك ملوش وش من قفا وقال ايه قال ايه قلبك ميت انت قلبك ميت ايوه قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي بأمرت ايه يا اخويا بأمرت العقول اللي بتاكلها كل ليله رياض اخش اجيب لك سطر الجراليب من جوه انت بتعايرني دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص انا دلوقتي بكافح يا بابا بالنصب يا ابني الكلب يا ابني بابا يا بابا انا ما عرفتش اربيك يا ليل انا ايه 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 مش هسيبك يعني مش هسيبك ايه يا زكي تعال هنا ايه يا زكي انت عايز تجنن لنا ابونا ولا ايه يا زكي مالك حاله يا اخي اعمل معروف يا ابني انا مش ناقصك ركز زكي وراك انا ابوك ايه يا زكي في ايه انت عاوز تجنن لنا ابوك ولا هو يترفد ويبقى صايع زيك انا مش صايع دلوقتي انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد وانا هسيبك يا بابا ده انا ما انت معاك دلوقتي اوعى على وشي يا بابا الله انا مش فاهم انت ليه باصصني في لقمة عيش والله ما حد هيقطع عيش الا انت اطلع يالا اطلع مش طالع يا ربي بخلي فار اطلع يالا احسن لك مش هطلع خلاص خليك يا اخوي حتى بتاع السرير نام ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره واعيد لك وريني هتقعد قد ايه تحت السرير وقع الخرطوم ده عشان بينقط ميه مجنون الواد ده ولا ايه والله مجنون أنا قررت بسبب مشغولياتي الكتيرة أني أجيب لكم حد يبقى معاكم وياخد باله منكم إيه يا بابي؟ أنت هتتجوز ولا إيه؟ حد جاب سيرة الجواز